رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك وكلنا بكلائك وارزقنا نجاح رحمتك وانت ارحم الراحمين وانت اكرم الاكرمين وانت رب العالمين. اللهم شافيني وشافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شافيني وشافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شافينا من جميع الامراض والافات. اللهم شافينا من جميع الامراض والافات برحمتك يا ارحم الراحمين. واحفظنا بحفظك وكلنا بكلائك وارزقنا بعين رحمتك وانت اكرم الاكرمين وانت رب العالمين. اللهم سلمك الاستعانه فلا تردنا خائبين ولا عن جنباتك ورحمتك مطرودين. اللهم اجعل احبابنا وخير من المساكين الغائبين. اجعل خاطر اللهم اجعل خواطرنا وخواطرهم. اللهم اهدنا ولا تهدنا واعطينا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واغنينا ولا تفقدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا باسماعنا العين ضرعاء اليوم الجمعة 22 وهذولي ناس محتجة. نسأل الله ان يهديكم ان شاء الله ونجيهم سالمين غانمين بإذن الله الحمد لله. كذا أضحت شوارع مكة فجر الجمعة 15 من ربيع الأول. الله يعوض هذه السيارة. Thank you.
سيارتي عند الشجرة بدار الجوازات، راحت تسوي جواز سفر تبى تسافر. ما يقرب الصورة؟